السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درت لكم اليوم production écrite وضعية إبماجية في مادة اللغة الفرنسية sur le lapin عن الأرنب. إذا عجبكم الفيديو ديروا له لايك، ما تنسوش تدعموني باشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ على بركته الله. Le lapin, الأرنب. Le lapin est un mammifère domestique. الأرنب هو ثدي أليف. Il vit dans le clapier. يعني هو يعيش في الكوخ. C'est un rongeur. يعني هو قارب. Il aime creuser un terrier pour se cacher du danger. يعني هو يحب أن يحفر حفرة ليختبئ من الخطر. Il a une fourrure douce colorée. لديه فرو ناعم ملون. De longues oreilles, يعني أذان طويلة. Et une courte queue, وذيل قصير. Son poids est entre 1 kg à 3 kg, يعني وزنه هو بين 1 kg إلى 3 kg. C'est un herbivore, هو عشبي. Il se nourrit d'herbes, هو يتغذى على العشب. De carottes, الجزر. Et de salades, والخس أو السلطة. Sa femelle, أنثاه, إلى لابين. Son petit, صغيره, il le lapreux. Son cri, صوته, il le couinement. وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد ومع السلامة.